مشاهدينا أهلا بكم من جديد. زار قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية يوم الخميس الموافق 10 أكتوبر الجاري مقر السفارة المصرية بالعاصمة الفرنسية باريس، وكان في استقبالها السفير إيهاب بدوي وأعضاء السفارة. وأعرب قداسته خلال اللقاء عن سعادته بزيارة السفارة، ولا سيما أنها المرة الأولى التي يقوم فيها قداسته بزيارة رعوية لفرنسا. التقى قداسة البابا تودروس الثاني يوم السبت الموافق 12 أكتوبر الجاري بكنيسة القديسة العذراء مريم ورئيس الملائكة الجليل رافائيل بمنطقة درافي شعب إبارشية باريس وشمال فرنسا، حيث تضمن اللقاء كلمات روحية وعرضا لفريق كورال الكنيسة. يأتي هذا اللقاء في إطار الزيارة التي يقوم بها قداسته حاليا لإبارشية باريس وشمال فرنسا، والتي بدأت يوم الأربعاء 9 أكتوبر الجاري. ومن المقرر أن تمتد جولة قداسة البابا الرعوية لتشمل عددا من إبارشيات الكرازة المرقسية بقارة أوروبا. استقبل أطفال مدارس الأحد بإبارشية باريس وشمال فرنسا قداسة البابا تودروس الثاني لدى وصوله كنيسة القديسة العذراء مريم ورئيس الملائكة الجليل رافائيل بمنطقة درافي الجمعة 11 أكتوبر الجاري. ورتل الأطفال الذين بلغ عددهم حوالي 1000 طفل مجموعة من الألحان والترانيم باللغتين العربية والفرنسية، وروى لهم قداسة البابا بعض القصص المناسبة، وقدم لهم هدايا تذكارية. شهد اللقاء عدد من أصحاب النيافة الأحبار الأجلاء، الأنبا مارك أسقف الإبارشية، الأنبا أثناسيوس موتران مارسيليا وطولون، والأنبا لوقا أسقف جنوب فرنسا ودنيف بسويسرا، والأنبا أنطونيو أسقف ميلانو وتوابعها. دشن قداسة البابا تودروس الثاني صباح يوم الأحد 13 أكتوبر الجاري كنيسة القديسة العذراء مريم ورئيس الملائكة الجليل رافائيل بمنطقة درافي مقر المطرانية. وتم تدشين المذبح الرئيسي على اسم القديسة العذراء مريم ورئيس الملائكة رافائيل، بينما دشن مذبح آخر على اسم 49 شهيدا شيوخ برية شهيد. كما تم تدشين معمودية الكنيسة وأيقوناتها. شارك في صلوات التدشين والقداس عدد من الآباء الأساقفة والكهنة. زار قداسة البابا تودروس الثاني الثلاثاء 15 أكتوبر الجاري البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل. وكان رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ماريا في استقبال قداسة البابا لدى وصوله مقر البرلمان، حيث كتب كلمة تذكارية في سجل كبار الزوار. وأعرب قداسة البابا أثناء اللقاء عن سعادته بزيارة البرلمان الأوروبي، مشيرا إلى أن الأحوال في مصر في تحسن مستمر. ثم التقى قداسته بمقر البرلمان الأوروبي رئيسة التحالف التقدمي للاشتراكيين الديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي. دشن قداسة البابا تودروس الثاني يوم الأربعاء 16 أكتوبر الجاري مذابح ومعمودية وأيقونات كاتدرائية القديسة العذراء مريم والأباء الرسل بلوفان ببلجيكا. كما دشن قداسته مذبح وأيقونات كنيسة القديس الأنبا بولا والأباء السواح بالكاتدرائية ذاتها. شارك في الصلوات أصحاب النيافة الأنبا أثناسيوس موتران مارسيليا وطولون، والأنبا دانيال أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، والأنبا لوقا أسقف جنوب فرنسا ودنيف بسويسرا، والأنبا مارك أسقف باريس وشمال فرنسا، وأعضاء الوفد المرافق لقداسة البابا، صاحب النيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وتوابعها، وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس حدائق القبة والويلي ومنشية الصدر. عقدت كنيسة الشهيدة مارينا بأورانج كاونتي بكاليفورنيا مؤتمرا لخدام الإبارشية، وذلك يوم السبت الموافق 12 أكتوبر الجاري بحضور عدد من الأباء الأساقفة وعدد كبير من الخدام. تضمن المؤتمر كلمات روحية للأباء الأساقفة وورش عمل عن الخدمة في الكنيسة. نتابع.
تحت رعاية وحضور ومباركة أصحاب النيافة الأحبار، الأنبا سرابيون، مطران لوس أنجلوس وجنوب كاليفورنيا وهاواي وشريكيه في الخدمة الرسولية أصحاب النيافة الأحبار، الأنبا إبراهام الأسقف العام بلوس أنجلوس ونيافة الحبر الجليل الأنبا كيريلوس الأسقف العام بلوس أنجلوس، استضافت كنيسة الشهيدة العظيمة مارينا بإيرفين بأورنج كاونتي يوم السبت الماضي اللقاء السنوي للخدام وأمناء الخدمة، والذي شارك فيه عدد كبير من الخدام من جميع كنائس الإبراشية. لقاء الخدام النهاردة نظمه القسم بتاع الكريستيان إديوكيشن المسؤول عنه نيافة الأنبا كيرلس في أبوشيت لوس أنجلوس، وده لقاء عام للخدام على مستوى كل الإبراشية. طبعا حاضرين حوالي فوق 400 واحد، طبعا دول ما يمثلوش كل الخدام لان في ناس بتقدرش تيجي لظروف معينه، لكن يمثلوا على الاقل الاغلبيه. الهدف منه حاجتين، الحاجه الاولانيه انه بندي بالنسبه لرؤيه للسنه القادمه، فانا اديت كلمه بخصوص هذا الامر وهو اهميه الخادم نفسه وازاي الخادم يكون له صفات اساسيه اتكلمنا عنها من خلال الإصحاح الثاني من رسالة القديس بولس الرسول إلى تلميذه تيموساوس. جميل أن كل الخدام يتلاقوا وأن يكون في محور للنقاش ومناقشة أمور الخدمة كلها. أهمية الاجتماع السنة دي كمان لأن إحنا في بداية وضع منهج دراسي لمدارس الأحد كوريكليم منهج، ففي مراحل تجريبية ليه، علشان كده يمكن السنة الجاية في 2020 هيكون في أكتر من لقاء زي ما نيافة الأنبا كيرلس وضح في الاجتماع، هيكون في أكتر من لقاء للخدام لمناقشة تجربة هذا المنهج. ده يوم روح للخدام بنعمله مرة كل سنة وبحضور نيافة الأنبا سرابيون مطران الأبروشية، بنتكلم عن رؤية الأبروشية ورؤية الخدمة في الأبروشية للسنة اللي جاية. كان يوم مهم جدا النهاردة لأن نشرنا أو أعلننا أو أصدرنا أول موديول في المنهج الجديد لمدارس الأحد للخدام اللي كان تحت إشراف سيدنا في التعليم الكنسي في الأبروشية. يعد اللقاء رؤية للعام القادم في الخدمة، حيث هدف اللقاء وضع المنهج الجديد للتربية الكنسية. وكانت أهم محاور الكلمة التي ألقاها صاحب نيافة الحبر الجليل الأنبا سرابيون حول كيف يكون الخادم قويا وكيف يحيى حياة القداسة وكيف يواجه الخادم الصعوبات. تضمن اللقاء أيضا عدد كبير من ورش العمل. فولا ميخائيل، CTV. أقامت إبراشية هولندا يوم الأحد الموافق 13 أكتوبر الجاري احتفالية بمناسبة العيد 34 لتأسيس كنيسة القديسة العذراء مريم بأمستردام بحضور نيافة الحبر الجليل الأنبا أرساني أسقف هولندا. نتابع. نظمت كاتدرائية السيدة العذراء مريم بأمستردام يوم الأحد الموافق 13 أكتوبر الجاري الحفل السنوي برعاية نيافة الحبر الجليل الأنبا أرساني أسقف هولندا، وذلك بمناسبة عيد تأسيس الكنيسة 34. بدأ اليوم بالقداس الإلهي والذي ترأس نيافة الأنبا أرساني بمشاركة كهنة الكاتدرائية وخورس الشمامسة وأعداد كبيرة من الشعب القبطي، كما ألقى نيافته عظة بعنوان ولما رأى إيمانهم، وقدم كورال تيبرسينوس عرضا روحيا من الترانيم. الاحتفال اللي أقمناه النهاردة ده احتفال سنوي بيقام كل سنة في المعدة هو بيبقى فيه اهتمام بالكنيسة كمجموعة، يعني ابتدت مع بعضها من زمان واستقروا في المبنى هنا وبعد ما اشتروه جددوه وأصبح ملك ليهم، فبيعملوا سوق خيرية، بيعملوا معروضات مصرية، هم يعني السيدات والإخوة والأخوات بيشتغلوا فيها ويقدموها، ويعني محصلة هذا المعرض
بيتعمل بيه عمل خيري من الأعمال الخيرية اللي بتتبناها الكنيسة. نشكر ربنا النهاردة فرحة كبيرة بالعيد 34 لكنيسة العذراء أمستردام. يعني الكنيسة اتخذت سنة 85، الأطفال اللي هم تعمدوا في بداية الكنيسة النهاردة عندهم 34 سنة، حاجة كبيرة. النهاردة في شباب كتير قوي من الجيل الثاني، ونشكر ربنا كنايس كتير ودير لينا، وبركة كبيرة وفرحة كبيرة. ربنا يعني يديم الخدمة على طول في كل مكان في مصر وبره مصر. النهاردة بنحتفل بعيد كنيسة العذراء في أمستردام، بنحتفل بالعيد رقم 34 في عمر الكنيسة. الكنيسة هنا تأسست من سنة 85، وجي بعدها كنايس، كل كنايس هولندا ولدت من رحم كنيسة العذراء. دلوقتي عندنا 9 كنايس على مستوى هولندا ودير، كلهم طالعين من كنيسة العذراء في أمستردام. أنا بهني كل الأبروشية وشعب الأبروشية بعيد الكنيسة 34، عيد كنيسة العذراء بأمستردام. هي فعلا أول كنيسة سيدنا تعب أول لما جي بعد 4 شهور من مجيه، قدر اللي هو يحصل على الكنيسة دهيت، بس ما كانش بالضخامة دهيت والمركز الثقافي اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، لكن بعمل ربنا الكنيسة دهيت هي اللي اتولدت منها كنائس كتيرة على مستوى الأبروشية في كل مناطق هولندا. بنبارك لعيد الكنيسة 34، وتعيش سيدنا دايما وتعمر وتعمل حاجات كويسة. الكنيسة هنا بصراحة مليانة جدا النهاردة، ما كناش منتظرين انها تبقى بالطريقة دي، لكن طبعا الفرحة كانت كبيرة خالص. النهاردة بنولع الشمعة 35 في عيد كنيستنا. احنا بنشكر ربنا انه ربنا اهدانا كنيسة حلوة هنا في أمستردام، لمتنا وبنحس بالأمومة فيها وبتربطنا بكنيستنا الأم. وبعد ذلك افتتح نيافة الأنبا أرساني السوق الخيرية، كما كانت هناك برامج ترفيهية وتعليمية للشباب وأخرى للأطفال وأيضاً لذوي الاحتياجات الخاصة. وفي نهاية اليوم احتفل الجميع بإيقاد الشمعة 35 من عمر الكنيسة، وكان يوماً مفرحاً ومبهجاً للجميع. على مدار 34 عام خدمت وقدمت الكنيسة العديد من الخدمات الجليلة لشعب الله والوطن، وتستمر الكنيسة في العطاء والنمو لخدمة الجميع إلى أن يصل شعب الله إلى السماء. من كاتدرائية السيدة العذراء مريم بأمستردام هولندا، كان معكم نشوى نسيم نبض الكرازة.